يلا يا علي تفضل دوق سمي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي نفتح المحشيه نشوف اذا استويت ما استويت. بنوقف شوي. شايفين يا اشي بتشهي. كل حبايه بحبته. يلا دوق. يلا بسم الله. اول شي ندوق المحشي. مستوي والرز مفلفل وشي رائع. وهي اللحمة هلا بردت شوي بحسن امسكها. شايف هاي البامة مستوية مثل ما علي بحبها. هيك لازم تكون البامة. بحبها مستوية وما تنخبص. شوفوا لي هاللقمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله طبختنا من التراث الحلبي القديم كتير، يمكن هلا في ناس لسه عم بتسويها بس قلال ويمكن ما بيسووها ما بعرف، بس انا بسويها تقريبا بالسنة مرة خلينا نقول. هلا هون هلا طبختنا اشيه، طبختنا بامي ميبسه بيعبها باذنجان وبيعبها كوسه، وبتريدوا القرع كمان بيصير اذا موجود القرع. هلا هون اول شيء البامي الميبسه، خليني اول شيء اقول لكم القواتيل، باذنجان كوسه ام اعورتهم عشان ما اطول عليكم بالفيديو، ولحمه شقف انا بدي احط او نعمه اذا بدكم كمان بتصير، ولحمه هي للحشوه، لحمه ناعمه ودهنه ومي طفرنجي او دبس بندوره وبهار السبع بهارات وملح وهي زيت الزيتون كمان. وهي البامه، هي البامه الميبسه اللي معلقه هيك بتكون بخيط، ممكن انتم تسووها بالبيت تجيبوها وتضموها بالخيط ما بدها شيء، بتقمعوها وبتغسلوها وبعدين هيك بتضموها بالخيط وبتعلقوها على الفيانه مو على الشمس، على الظل يعني الفيانه يعني الظل، ما بتقولوا ايش الفيانه يعني الظل، بتعلقوها على الفيانه هيك ما بدها شمس تجي عليها، بس اجت الشمس عليها تصير لونها صفرة، بتعلقوها هيك لبين ما تنشف هيك تصير مثل العظم مثل الحجر بتصير. شايفين بتضموها بالخيط او بصينيه اذا بدكم، بس بالصينيه بتكون تصيروا تروحوا تجوا وتقلبوها، مشان هيك بالخيط بتكون كتير سهله. هلا هي ميبسه اشتريتها انا من السوق، هي انا ما يبستها. هلا لما بدكم تجيبوها من السوق انتبهوا عليها هيك فتشوها هيك كتير كويس مشان ما تطلع لكم مدوده، اذا مبخشه هيك مو هيك، لا هي ما مبخشه، اذا مبخشه معناتها هي ما بتصير مي كويسة مدودة، بدها تكون هيك مثل هي. شايفين هي منظومة كويسة كتير، شايفين هيك. هلأ بنحطها بخيطانة ما بيطلع هلأ معنا، ما بتطلع من الخيطان كتير صعبة، ماكنة بتبقى، شايفين كتير ماكنة، وإذا بدها تطلع بالزور فمشان ما نتعذب إيش بنعمل، يا بننقع بمي عادية من الحنفية من الصبح للمساء أو من المساء للصبح، يا نعوى شغلة ساعتين بمي مغلية مثل ما أنا هلأ بدي أساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بده يسألني بالبامة الخضراء ما بتصير بعبة المحشي؟ لا بتصير، وان شاء الله مره ثانيه بدي اسوي لكم اياها بالبامه الخضراء باذن الله. هلا عم سيب اليابسه، خلص نتركها هي شغله ساعتين لحتى هيك تستنقع وتفتح وتصير حبه كبيره كمان بتكبر. وبدي اخذ هلا الرز اصوله واغسله ونجي نطبق الحشوه ان شاء الله. هلا قبل ما احضر الحشوه تبعيت المحشي، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط شويه زيت زيتون تقريبا نص فنجان اقل شوي، ونحط اللحمه بسم الله الرحمن الرحيم، راسا ما بنستنى على الزيت يحمى. هلا ايش بدي اساوي؟ بدي احط النار على الوسط وهيك احركها هيك مع بعضها شوي ونار وسط واغطيها واتركها. هلا بتطالع المي اللي فيها وبدي ترجع تشرب المي، يعني تقريبا بتاخذ معي نص ساعه بهالشغله، طبعا بروح وبجي بحركها. اذا لحمه ناعمه اللي عم بتسووها او مفرومه يعني كمان نفس الطريقه، بتقلوا اللحمه وبتشيلوها على الزيت وبقول لكم ايمتى نحطها. هلا هون خلينا نسوي مثل ما قلت لكم وبعدين نرجع، كمان ضروري نغطيها غطا كامل للحمه. هلا مثل ما شفتوا حطيت اللحمه على النار وبدي، وهي الرز خسلته صولته كتير كويسة بما صارت ميته بيضة، بدنا هذا الرز هون عندي 3 ارباع الكيلو، والمحاشي كلها هي هون عندي بتطلع شي 3 كيليات تقريبا او اكتر شوي، يعني شي 2 3 رخار، يعني 3 خلينا نقول، و 3 ارباع الكيلو رز. بدي احط لهم معلقتين مية فرنجي او معجون الطماطم بندورة اللي بتقولوها، وهي معلقة صغيرة بهار سبع بهارات وملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة مليانة بهار، وهي كمان رح احط انا لحمة، اللحمة بتحطوها حسب الرغبة، بس هدول بياخذوا ربع كيلو لحمة تقريبا. وكمان بدي احط شوية دهنة، ما كل الدهنة هي لأن هي البقل بدي اقلي فيه البامة هيك، وزيت نباتي او شوية زيت زيتون، انا استعملت هذا الزيتون زيت الزيتون لأنه بيشبه زيت النباتي كتير خفيف، هذا عم بيتحمي مشان هيك بدل زيت النباتي راح احط شوية زيت زيتون، تقريبا نص فنجان بيعطي فلفلة للمحشي وطعمة طيبة ولمعة كتير كويسة كمان. خلاص بسم الله.
شلون طريقه الحشي البنجان. هلا انا بشيل هي، في ناس بتشيلها بعد ما تحشي بس تعبر الرز، عشان هيك انا هلا بشيلها. هذا الرز انا نقعته من امبارحه بالليل، حطيت فوق شويه ملح ومي من الحنفيه وتركته، وهلا غسلته وصورته مثل ما انكم شايفين. منشان هيك انا الكوسايه او المحشيه او اي نوع من المحشي هلا اللي بنساوي مثلا فليفله كوسه باذنجان اللي هو بحشيه انا بس بحيث يبقى له هيك عقده اصبع فراغ، بترك عقده اصبع لاني الرز منقوع لوقت طويل، عشان هيك بترك فراغ هيك مثل ما انكم شايفين عقده اصبع بس. اما اذا الرز عينه شغله ساعه ساعه ونص نص ساعة مثل ما بتساوي، يعني مثل في ناس كتير هيك بتساوي، فبتتركوه عقدتين اصبع فراغ، بتتركوا له عقدتين اصبع. هلا بكمل الحشي وبرجع لكم. وهلا هي 200 جرام دهنة او لية خروف، نسف الفامة فيها او بعد ما سحبتها من الخيطان وخسلتها، شايفين صارت هيك منظومة، وصفيتها من المي. هلا بعد ما سليت الدهنة بدي اطب البامة. هلا في ناس تقليها للبامة بالزيت، زيت النباتي مثل العادة بقلوها مثل ما بنقليها للبطاطا، وفي ناس بتنسفها تنسيف مثل ما انا بدي اساوي، حسب ما انتم بتحبوا. هلا بتريدوا تستعملوا دهنة او نص دهنة ونص سمنة او زيت زيتون بس عطاء زيت الزيتون كمان بدال الدهنة اذا بدكم تحسنوا تستعملوها، بس انا مثل ما قلت لكم عم بساوي الاكلة وعلى اصولها، فنحن هيك كنا نحط لها الدهنة، بتطلع كتير طيبة والدهنة كمان صحية. خليني هيك هلا انا اول شيء شوفها بحركها بالمعلقة، هي ما بتتحرك بالمعلقة، اذا كانت بامي الخضره ما بتتحرك بالمعلقه، لينه لاني بتكون، بس هي بما انها لسه عميكنه شوي بتتحرك معي شوي بالمعلقه، بس هلا لبين ما تطرى شوي معي ببطل احركها بالمعلقه وبصير انسفها تنسيف. طبعا النار بدها تكون عاليه، انا ماني معليه النار هلا مشان الصوت، بس النار بدها تكون عاليه كثير وننسفها تنسيف هيك، يعني نمسكها هيك كل شوي نجي بننسفها هيك، شايفين هيك تصير تقليبه مشان ما تتخبص معنا. هذا التنسيف. هلا شوي تاني هيك انا بدي اصير احركه. هلا بعد ما نسفتها هيك شوي، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما شايفين نسفتها لعشر دقائق تقريبا على نار عاليه. شوفوا شلون ارضيه الطنجره صارت، ما انحرقت بس بتصير هيك ذهبيه من الدهنه. ايش بدي اسوي؟ هيدي ما انها بامي ميبسه بتضل لسه عميكنه، اخذت لون شوي بس بتضل من هون لسه عميكنه، يعني ما استوت من هون راسه، بنكمش هيك راس البامي من هون هيك لسه عميكين ما استوى. نجيب هلا كاسة مي وحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، كاسة مي وحدة، مي عادية من الحنفية، بسم الله، وبنحطها خلص. بس هون بقى بعد ما حطيناها لكاسة المي ونسفناها هيك والنار وسط مثل ما قلت لكم، هون أنا إيش بسوي؟ بغطيها غطا كامل، بروح وبجي بنسفها بس تكون مغطاي بغطا كامل. وهلا بعد تقريبا 20-25 دقيقة مسكتها هيك لقيتها طريت بس مو كتير لاني لسه بدها تنطبخ مع المحشي، مشان هيك بدي اسحبها، بسم الله الرحمن الرحيم، مشان اطبق المحشي. هلا بقى هي المحشي بعد ما حشيته مثل ما شايفين، وهي اللحمه اللي قليناها شفتوا كمان، خليناها تستوي ربع استوى بس كمان بدي احطها. هلا في ناس تقول ليش ما حطيتي اللحمه من تحت؟ لا ما بدي احطها من تحت مشان ما تدوب، لاني انا هلا بدي اوطي النار واخلي الطبخه تستوي على مهله، فالمحشي ما بيلزق ما في داعي نحط شيء تحته. هلا هيك اوزع اللحمه وارجع، بسم الله. وهي بسم الله الرحمن الرحيم كمان هي البامه، بسم الله. هيك صار كل شيء جاهز. هلا بدي اظبط بقى الحمض عشان كمان احطه فوقه. هون بدي احط 4 معالق مي تفرنجي او معجون بندوره، بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان هي مي سخنه، بسم الله، حطيت مي سخنه مشان تدوب معي بسرعه، ذوبها هيك على السوا، بسم الله. هلا بسم الله الرحمن الرحيم، ما بدها تقلي ما بدها شيء. هلا بدي اكمل المي فوقها، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدي المي تغطي البامي شوي، هلا بتشوفوا شلون كمان كملوها مي مغليه. هلا بدي احط هيك صحنين هيك، شايفين ما كترت المي، شايفين المي غطت البامي بشوي هيك مثل ما انكم شايفينها، جاي تبين اكثر، بس يا دوبه هيك غطت البامي بس. بقى بالنسبه للمي تفرنجي او لمعجون البندوره انتم بدكم تشوفوا وتقدروا كمان بعد ما تغلي، هلا شي نص ساعه بتطلعوا عليها انه لسه بدها ولا لا، هيك حاجتها ال4 معالق اللي انا حطيتهم انتم بدكم تقدروا. هلا بدي اخليها للنار عاليه لتطلع بالغلوه، بعدين بدي اوطي على نار الوسط
هلا مثل ما لاحظتوا انا ما حطيت شيء، ولا ملح ولا محل ليمون ولا ولا اي شيء، يعني ولا ليمون ولا دبس رمان، ما حطيت شيء، مي تفرنجي ومي وبس، او دبس بندوره ومي وبس. خلينا نغطيه ونتركه. هلا تقريبا بعد 20 دقيقه او 25 دقيقه طلعت عليها، لقيتها شوي عم بتعقد، زدت شويه مي لاني المحشي شفته مو الرز غب شويه مي، فانا زدت شوي بس. خلاص كمان مي سخنه زيدوها. هلا هون عندي هدول معلقتين سكر، لا هذا الملح، هي معلقه كبيره ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي معلقتين كبار سكر. اللي بده يحط سكر واللي ما بيحب يحط سكر لا يحط، بس انا بحط سكر لانه تعطينا طعمه تتعادل مع الليمون او مية الحصرم، اذا كنت تحطوا مية حصرم، بس انا بدي احط كاسة ليمون تتعادل مع الحلو، تكسر الحموضة شوي، والحموضة بتطلع طعمتها كتير طيبة. الحلبية اللي بيعرفوا السفرجلية بتطلع طعمتها مثل السفرجلية، رائعة. وهي كمان دبس رمان، بسم الله الرحمن الرحيم، انا بدي احط كاسة شاي، بسم الله. وهي كمان تقريبا راس صغير توم مهروس، كمان الناس اللي ما بتحب تحط الثوم لا تحطوه، هلا هو لحاله فرفد، هذا انا مفرسته، هذا هو كمان بحط لكم اياه بصندوق الوصف ان شاء الله. خلص هلا بدي ارجع لاني حطيت مي، ما بقى تغلي، لا ترجع تغلي على نار عاليه، برجع بوطي النار على نار وسط وبغطيها وبتركها. هلا المحشي عندي استوى، بسم الله الرحمن الرحيم، بدي انقضه، بدي اسحبه يعني، واخلي البامه تكمل تتعقد. البامه كمان قربت تستوي، واللحمة كمان قربت تستوي، يعني بقي لهم تقريبا 20 دقيقة تتعقد وبيستوى على السوا. هدول صاروا جاهزين مثل ما انكم شايفين، منشيلهم، بسم الله. هاي البامة صارت جاهزة والمحشي استوى، وهي الرز كمان انا سويت جنبها رز، تريدوا تسووا جنبها برغل بشعيرية، انا سويت رز مشان علي مثل ما انكم شايفين. انا ما صورت الرز عشان ما اطول عليكم الفيديو اكثر. حتى البرغل كمان كثير طيب مع البامه. ايه اكيد كثير بالبقله البرغل. خلينا هلا نروح بقى على التقديم. هي البامه سويت هيك طريقه التقديم، هيك صحن مشان يبين كل شيء مع الرز والمحشي، لاني هون انا ببيت حماي ما عندي يعني ما في الصحون التقديم اللي عندنا بالبيت، وهيك بالبيت، فمشان هيك مضطره. شايفين شلون هي البامه والرز وهي المحشي البنجان والكوسه، شيء نظم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.